في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل فيديوهات طويلة واحترافية اليوتيوب او شورتس او فيديوهات تيك توك نكسب منها وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، واحسن حاجة في الموضوع ان هي مجانية تماما، يعني مش هيطلبوا مننا اي فلوس. اول حاجة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، تاني حاجة اللايك والسبسكرايب لو انت عايز الفيديو ده ينتشر. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ. يلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة هنفتح جوجل ونخش على تشات جي بي تي ونبدأ نقول له القصة اللي احنا عايزين نعمل عنها فيديو، وهقول له قم بكتابة قصة باللغة الإنجليزية استخدمها في موقع ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. قصة تاريخية حقيقية عن السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية، واجعلها قصة محفزة ومشوقة. اشترك انتر واسيبه يعمل له القصة. زي ما احنا شايفين هو كده خلص جنريتنج للقصة. هنخش على الموقع التاني اللي هنستخدمه النهاردة وهو موشن اي اول. هنختار اول حاجة في الصفر. الموقع ده بيديني 200 كوين، بيتهيألي الفيديو الواحد بيستخدم 20 كوين، يعني انت ليك ان انت ممكن تعمل 10 فيديوهات طويلة، والفيديو ممكن يبقى طويل بيوصل لتلات دقايق وخمس دقايق وسبع دقايق. هخش على جنرال كرييشن جنريت فروم برومت، وهياخد بقى البرومت اللي احنا عملناها في تشات جي بي تي. كله كده كوبي اوف موشن اي اي ديست، وعلى حسب بقى انا عايزه فيديو يوتيوب طويل ولا شورتس او فيديوهات تيك توك، واختار فوتو رياليستيك ده احسن حاجة بس. ويلا بينا جنريت. كده وخلص جنريتنج للقصة، ودي المشاهد بتاعتنا. حوالي 11 مشهد. ممكن انت تعمل له ريجنريتنج لو انت القصة مثلا مش عاجباك او كده، واجي هنا اقول له نيكست. هنا بقى شو احنا عندنا حالة من الاتنين، لو احنا عايزين نكمل فيديو محتوى انجليش وهنقدم محتوى اجنبي فاحنا هنعمل تايتل وهنعمل سب تايتل وهنعمل كابشن، انه اصلا الفيديو دلوقتي معمول كله بالانجليزي. انما لو احنا عايزين الفيديو دوت يبقى عربي فاحنا مش هنحط تايتل ومش هنحط سب تايتل ومش هنحط كابشن. الثامنيل دي اللي هي الصوره المصغره بتاعت الفيديو، وده سين افكت ده احسنهم، ده سين ترانزاكشن اللي هو الانتقالات ما بين المشاهد، في فلاش ده قوي، وهنلغي الفويس اوفر. عشان طبعا الفويس اوفر هيتكلم بالانجلش، لا احنا اصلا هنحول الفيديو دوت لعربي. نون مش عايزين ميوزك برضه، احنا هنحط الميوزك من عندنا بس. واقول له كومبوزيت واستنى خلصت الفيديو. زي ما احنا شايفين هو كده خلص الفيديو، بس طبعا زي ما احنا شايفين الفيديو مليان علامات مائية، كل ده احنا مش عايزينه. فهنا بقى هنعمل الشغل الاحتراف بتاعنا، احنا مش هننزل فيديو، احنا هنعمل داونلود للستوري بورد. الستوري بورد هو عبارة عن الصور اللي هو صممها للفيديو والسكريبت بتاع الفيديو، واحنا بيتهيألي مش عايزين اكتر من كده. نعمل اكستراكت، هنخش على الملف
دي الصور بتاعت الفيديو كلها، ما فيهاش ولا علامة مائية ولا أي حاجة خالص. وده كمان السكريبت بتاع الفيديو من أول هنا أهو. السكريبت إحنا هناخد السكريبت دوت وهنترجمه من على تشات جي بي تي، وهناخد الترجمة هنحولها لساوند على 11 لابس، وهنركب الصوت على الصور، وهنعمل لها المونتاج على كاب كات، وبكده يبقى عندنا الفيديو احترافي ورائع ومن غير أي علامات مائية ومجانا تماما زي ما قلنا في أول الفيديو. بس لو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب عشان تساعد ان الفيديو ده ينتشر. ويلا بينا نبدا الشغل الاحترافي بتاعنا. هنرجع لتشات جي بي تي تاني، تشات اوبن اي اي، وهاخد السكريبت اللي احنا طلعناه من الستوري بورد، كوبي، حطه بين علامتين تنصيص، ترجمه إلى اللغة العربية بطريقة احترافية، أحوله لمقطع صوتي واتك انتر. هو دلوقتي بيحاوله لي اقول اللغة العربية ان انا نخش نحط لساوند او مقطع صوتي. طيب عملنا يخلص، نخش على ليفن لابس اللي بيحول الصوت، اللي بيحول الكتابة لصوت، اسف. كل المواقع يا جماعه اللي احنا شغالين بيها مجانيه تماما، انا ما دفعتش اي حاجه في اي موقع. كل اللي عليك ان انت بتعمل ساين ان بالجوجل اكاونت بتاعك. دي حاجات قديمه طبعا، امسح. في واحد صوته كويس جدا في الاستريهات او القصص اسمه فالنتين، بالتالي هو ده، تعال نسمع صوته. هو جامد ده. Added to my voices. وهنرجع ناخد السكريبت بتاعنا من تشات جي بي تي اللي باللغة العربي، هنحطه هنا بس، هنتفك generic speech، نستناه يخلص الساوند بتاعنا والمقطع الصوتي. في أواخر القرن التاسع عشر واجهت الدولة العثمانية عصرا مليئا بالتحديات، محاطة بإمبراطوريات متنافسة تتطلع إلى اقتسام أراضيها. نستنى لحد ما يخلص، ولحد ما يخلص هنخش على رابع حاجة وآخر حاجة معانا، هو كاب كات اللي هنعمل عليه المونتاج. هنحط عليه الصور، وهنحط عليه الساوند، وهنعمل عليه الإفكتات، وهنحط عليه الكابشن، ونحول لفيديو جامد بإذن الله. كريت بروجكت، فين هو كده؟ خلص معانا الساوند، هنعمله داونلود. سلمو ساوند، نحطه جوه الملف بتاعنا بتاع السلطان عبد الحميد. كده احنا معانا كل حاجة، خلاص احنا مش عايزين سكريبت. نخش بقى على كاب كات، هنخش هنعمل امبورت للصور بتاعت البروجكت بتاعنا من سين واحد لحد سين 11، وبن وهنسحبهم كلهم لتحت، وهنحط الانتقالات ما بين كل صورة والتانية. ميكس دي بتاعي هتبقى احسن حاجة في القصص. اوكي، نفس الكلام ما بين كل مقطع والتاني. كده احنا خلصنا الانتقالات، هنعملهم كلهم مقطع واحد Alt G. وبعد كده احنا هنظبط التوقيت بتاع الفيديو على اساس الساوند او المقطع الصوتي اللي عندنا. فاللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنخش على اوديو ونسحب المقطع الصوتي، امبورت الساوند اللي احنا عملناه
وأسحبه من أول المقطع. بالتالي يعني الكلام ده كله سهل لحد حتى الآن. الفيديو بقى هنخلو السبيد بتاعه أو طول الفيديو أو طول الصور على أساس المقطع الصوتي بتاعنا. هنبطأ طبعا كل دوت. هنخش على سبيد على حد ما تبقى على قد الفويس بالظبط. بيتهيألي كده مظبوط. تالت حاجة هنعملها من على كاب كات وهي الكابشنز، بحيث ان الكتابة تنزل على الفيديو عشان يبقى شكله احترافي. وهنتك على جنريت ونسيبه يخلص، وبالتالي ما بياخدش وقت طويل. يعني نزلت الكتابة بس محتاجين نكبرها شوية. وهنخش على تيمبلتس وهنختار الشكل اللي عجبنا، في مثلا حاجة زي كده. الناس للدفاع عن مبادئهم، في كده مثلا الناس للدفاع عن مبادئهم، بس ممكن يكون محتاج يصغر شوية. هرجع الفيديو بقى لحجمه الطبيعي. في طبعا اشكال كتير في ده، يبقى حلو الناس للدفاع عن مبادئهم. طب حلو اوف، نشوف كده الفيديو بعمل ازاي. يا عشر، واجهت الدولة العثمانية عصرا مليئا بالتحديات، محاطة بإمبراطوريات متنافسة تتطلع إلى اقتسام أراضيها. وفي هذا الوقت الحرج اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة. فيديو جميل جدا. طبعا ممكن نحط موسيقى تحفيزية كده في الباك جراوند بتاع الفيديو عشان يخلي الفيديو تحفيزي أكتر. هنخش على أوديو، نخش على ميوزك، هنكتب موتيفيشن ميوزك. نضيف هنا من اول الفيديو دي كويسة. نعمل لها اد، نوطي الصوت بتاعها. دولة العثمانية عصرا مليئا بالتحديات، محاطة بامبراطوريات متنافسة تتطلع الى اقتسام اراضيها. وفي هذا الوقت الحرج اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة. لقد كانت فترة حكمه شهادة. جميل جدا يعني بصراحة، فيديو جميل. رغم أن منتقديه أطلقوا عليه لقب السلطان الأحمر، إلا أن عهده شهد تطورات مذهلة. فقد حدث. أنا سايب لكم التعليق بصراحة، أنا تعبت جدا والله في الفيديو. طبعا إحنا هنظبط بقى الموسيقى، هنظبطها على حجم الفيديو. هناخد كوبي، خش هنا بيست، وهنقطع زيادة، وهنعمل له ديليت. كده الفيديو بقى جاهز معانا. هنعمل له اكسبورت. هنا جودة الفيديو 1080، بتالي احسن حاجة. ونختار المكان اللي هننزل فيه، مثلا عايزين على الديسك توب. نتكي اكسبورت، نسيبه يخلص. في أواخر القرن التاسع زي ما احنا شايفين هو خلص خلاص. الدولة العثمانية عصرا مليئا بالتحديات، نيجي نشوف الفيديو. في أواخر القرن التاسع عشر واجهت الدولة العثمانية الشعب العثماني، ومن أبرز اللحظات الملهمة في عهده كانت عندما اقترب منه الزعيم. أنا سايب لكم طول الحب، يعني أنا شايفة حاجة جميلة جدا بصراحة، وتقدروا تعملوا منه فلوس. وشكرا لانك وصلت معايا لحد اخر الفيديو، يا رب تكون استفدتوا.